هو التعميم اللي صدر يوم أمس اللي هو تعميم 27/20 هو تعميم يمنع كل الرحلات القادمة من 7 دول، ولكن هناك استثناءات. الاستثناءات يعني تنحصر في المواطنين الكويتيين الراقبين في العودة، وكذلك أقاربهم من الدرجة الأولى، سواء أب أو أم أو زوج أو زوجة أو أبناء أو كذلك كل هذه الأقرباء من الدرجة الأولى حتى لو ما كانوا كويتيين يقدرون يرجعون. وكذلك في استثناء للعمالة المنزلية المرافقة لأسرهم، الأسر الكويتية بالعودة. وكل هذه الإجراءات وهذا الاستثناءات هو التسهيل حقيقة على المسافرين والتسهيل على عودة المواطنين الموجودين في الخارج. وهذا يعني التعميم اللي بوقف التشغيل لسبع دول هو لغاية يوم 13 مارس في تمام الساعة 12 ليلا. بعد هذا الأسبوع راح يتم يعني التعامل مع هذه الدول بإجراءات احترازية وقائية أخرى. يعني المهلة هذه أسبوع لغاية 13 على ما تشوفون آخر التحديثات أو آخر المسجدات. آخر التحديثات، وراح يتم يعني راح يتم وضع إجراءات أجهزة طبية متقدمة. نعم. واليوم إحنا مثل ما أنتم عارفين وزارة الصحة عندها درجات من الرصد والفحص، في فحص عن طريق الكاميرات الحرارية اللي تقيس درجات الحرارة مثل ما قلتوا في قبل المداخلة. نعم. لقياس كل الركاب اللي يدخلون مطار الكويت الدولي، قياس درجة الحرارة إذا كانت مرتفعة يتم إيقاف هذا الراكب وإجراء فحص، وكذلك في فحوص أخرى دقيقة خصوصا اللي عايدين من المناطق الموبوءة شديدة الخطورة. هذه القرارات هو الهدف منها في النهاية المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، ولا نستهدف من هذه القرارات والتعاميم الصادرة لا جنسية ولا أفراد معينين ولا دول معينة. هو في النهاية هو الهدف محافظة والسلامة لبلدنا الحبيب الكويت.